مساء الخير. مش غريب انه خلال الاسبوعين الماضيين كان احمد ابراهيم سارق كل الاضواء، فاللاعب اللي غادر النادي الرياضي حاز على اهتمام اكثر من نادي، وهذا الشيء منه غريب على لاعب نتوقع منه يقود انديه للالقاب وكمان منتخب لبنان. بعد انتقال احمد ابراهيم لنادي الهومات منه، لنعرف اكثر عن اجواء المفاوضات اللي صارت معنا اليوم الضيف نجم احمد ابراهيم. مساء الخير احمد. مساء الخير، كيفك داني؟ كيفك جاد؟ مساء الخير. مثل عادي جاد معنا بالحلقه. احمد، خلينا نبلش من اخر اسبوعين قبل ما ننتقل لنحكي شوي عن شو صار معك بهالثلاث مواسم. شفنا انه اخذت قرار تغادر النادي الرياضي. مزبوط. ليش كان قرار مغادره الرياضي بعد ثلاث مواسم؟ اوكي، هلا هو كان صار لنا فتره عم نحكي بهالموضوع، بتعرفوا هذيك السنه صار في حكي كمان، بس رجع ضب الموضوع ونمعس مثل ما بيقولوا، وكفينا السيزن ومثل ربحنا البطوله كمان، which is great. يعني هالسنه صارت انه صار لي فتره كله بيعرف، مثلا انا كنت ربيان بالنادي الرياضي يعني من طول عمري كنت، وثاقبت الكوتش انا والكوتش انه ما اتفقنا، هو ستيل لعبه يا اخي، انا يمكن غير عن ستيل لعبه. فجربت اول سنه ثاني سنه وصلنا لمحل انه خلص صارت كثير يعني ما زبطه. جربت ثالث سنه كمان، جربنا ثالث سنه اول فتره وهيك، بعد ما اجيت من المنتخب كنت شوي معول لرجعت وهيك جربت، بس وصلنا لحال انه ما ماشي الحال بيني وبينه. فاتفقنا مثل ما قلت هذيك مره مع غياس انه هو كان عنده ثلاث سنين انا كان بعد عندي سنه، فعملنا اتفقنا انه يا اخي كله بفل، كل شيء صار، ما نو فايتس ولا شيء بحبيه يعني، كل شيء صار. والحمد لله بعتقد اخذت القرار منيح عشان بدي اكون على الملعب اكثر، بدي العب ميك ديسيجنز مور وهيك. احمد، خلينا نحكي عن موضوع بعتقد كثير اخذ هيك جدل عند الجمهور، واسم الله عليك اخر جمعتين شغلت الدنيا. احمد، المشكله مع سوبوتيتش هي مشكله فنيه، بمعنى انه انت بدك بلاينج تايم اكثر، بدك دور اكثر. المشكله انا وسوبوتيتش منا بيرسونال، يعني انا وياه ما في شيء بيرسونال بينه وبينه، بس انا وياه ما اتفقنا على الملعب. يمكن هالشيء صارت عالم تحكي انه انا وياه ما بنحكي، او صارت عالم تقلبها انه انا وياه بيرسونال يمكن اكثر. بتعرف لبنان كيف يعني، حيالله حدا بيحكي خلص انه هاي هي اللي صار. يا اخي بتصير، كل واحد هو شخص ما بيمشي الحال، مش مو انه بنكره بعض اذا بنمرق بسبه او شيء. مرحبا ما في شيء يعني ابدا فيه، بس هو عقليته غير عن عقليتي، عرفت كيف؟ وهذا اللي صار. طيب احمد، شو وصل الامور لخلص انه خلينا نقولها بالعربي مشبرح، انكسرت وخلص احمد مش جاي لك من الاخر؟ انه احمد ابراهيم ما جاي على لبنان يلعب 20 دقيقه يعني، لو ما حيلا فريق كانت يعني انه كيف بدي افسر لك اياها يعني. رياضي فريق كثير كبير، فريق كثير منيح، بس معلش ما انا كمان ساعدت رياضي ليربحوا كذا تشامبيونشيب ات ذا سيم تايم، وقتها انه يجي اجانب يفل اجانب يرجعوا يلعبوا اللبنانيه ليرجعوا يعملوا الفرق، انه ساعدنا بوف ويز كانت يعني، هن استفادوا مني وانا استفاد منهم ات ذا سيم تايم يعني. ما فيك تنكر هن شو عملوا لي، وما فيك تنكر انا شو عملت لهم ات ذا سيم تايم، فهمت كيف؟ وكمان يمكن الجمهور رياضي زعل على كلمه بزنس قلتها بالانترفيو، بس هي كلمة صح. أنا ما قصدي بزنس أز بزنس وايز يعني، اتفقنا الرياضي نفس الوقت هن انبسطوا إنه أنا فليت وأنا مبسوط إنه أنا فليت يعني، هاي هي البزنس اللي قصدي فيها يعني. أنا وقت عمدي كونترا، ما هيدا أنت، أنا بشتغل كنت مع النادي الرياضي يعني، هيدا بزنس بيسكلي، وحيالله واحد عم بيلعب مع النادي الرياضي كله بزنس. ما حدا يقول لي مثلا، ما حدا بيفل من النادي الرياضي أو ما حدا هيك، إذا حدا بيجي أوفر أحسن أو بيلعب مع فريق أحسن أو بيروح مثلا هي فادي راح لعب بتشاينا يعني، كل واحد إذا بيجي يلعب بليفل اكثر ما راح انه ما يترك عشان لا ولا انا هون ابن النادي او whatever it is. عرفت كيف؟ ونفس الشيء مثل ما صارت بيناتنا اثنيناتنا يعني، اثنيناتنا عملنا الديسيجن. بس شو اللي خليك خلص بالاخير تاخذ هالديسيجن يعني؟ كانت عم تتجمع الامور تتجمع، بس شو اللي خلى خلص احمد ابراهيم يا اخي خلص اخر شيء؟ صارت قصه انه عم بنزل ماني مبسوط يعني، وقت لاعب وقت عم بينزل على تمرين ونازل على الجوب تبعه ماني مبسوط، كل واحد بيعرف ما بيعطي المستوى اللي لازم يعطيه. ونفس الشيء انا برايي الرياضي، انا انظلمت مع الرياضي بنفس الوقت يعني، عرفت كيف؟ احمد، تعتبر انه بمطرح من مطارح التعاقدات اللي هن عملوها وجزء منها كانت على ذات البوزيشن اللي انت بتلعب فيها؟ مزبوط. هل هذا كان سبب يمكن كمان زياده تحس انه ما عم تاخذ حقك بالمقابل على ارض الملعب؟ مزبوط يعني، مثل ما بتكون ربحان تشامبيونشيب تيجي ثاني سنه في اجنبي قدامك يعني، هذا الوحيد الجواب منه لحاله هن ردوا عليه يعني، ما ضروري انا احكي شيء، عرفت كيف؟ او وقتها مثلا حدا يدق لك قبل السيزون يقول لك يمكن ما تبلش هالسنه يمكن ما هيك،
يعني بتاخذها انت بينك وبين حالك شخصيه، فهمت؟ بس at the same time I have so much confidence in myself. يعني وصلت الامور لهالمرحله انه احمد ابراهيم يتلقى اتصالات انه يمكن انت ايه يعني تصور لاي درجه وصلت ليك واحنا بلبنان يعني، عرفت كيف؟ يعني انا ليك انا بعطي كريدتس لكل اللعيبه اللبنانيه واولهم فادي الخطيب which is احسن لاعب لبنان، بس بعد فادي يعني I put myself يعني ما بدنا نقوله احسن نقوله شايف حاله، بس انه talent wise وهيدا انه I'm up there يعني انه ما علي شيء اللي اللعيبه اللي طالعه وشوف انا شو عامل وشو ما صار شيء يعني ما قدرت تفرج البوتنشل تبعك برايك يعني شو يصير نلعب جيم هيك ثلاثه مدري شو يرجع يصير مشاكل بوف 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 نتخانق انا وياه يرجع يمشي الحال اعطي جود بيرفورمرز يرجع تصير القصه يعني ما nothing was stable everything was up and down عرفت كيف؟ فاتفقنا انه خلينا نروح على فريق هلا فريق الهومنتمن بدي وجه له تحيه كثير من كبيره امبارح عمل جيم بعقد رح نحكي على كل حال عن انتقالك لنادي الهومنتمن اوكي طيب كفي. كفي اذا بتحب في فكره معينه بس قصدي شو الهومنتمن رح نرجع نحكي فيه اوكي لا احمد بالنادي الرياضي بتعرف اخر فتره طلع كثير حكي تنكون كثير واعيين هل رحيلك كان فقط لمشكله قلت انه منا شخصيه مع بيكسي اللي هو سلوبودان سوبوتيتش ام كان في سبب تاني خلاف مع الاداره دابل انا رجعت قلت انا والاداره كثير كثير رفقه يعني انا والحاج مازن وتمام مع كل الاداره كثير رفقه مثل ما قلت وانا برايي هن الجمهور زاده يعني عيب هيك حكي لي كنت عم بس ايفن دول هيك يحكوا قد ما بدهم يعني انا اخر واحد اللي بيسمع هيك اشياء وبضل عم بتضحك لو شو ما قالوا عرفت شو قصدي بس انا برايي الطريقه اللي هن اخذوها لو بيعرفوا اكزاكتلي كيف صارت القصه ما أنا اللي بكون عم بياكل مسبات حدا ثاني بكون بياكل مسبات خبرنا كيف صارت يعني مثل ما قلت صارت بيني وبين الاداره تاعيتهم اثنيناتنا اتفقنا يعني مش انا اجيت قلت لهم ولا يعني ولا انا يلا هلا بدي فل عرفت يعني انا كنت قاعد بالبيت قاعد بيجي لي تليفونات رايح على الهومنتمن طب انا كيف رايح على الهومنتمن وقاعد مع الرياضي وقت حسيت هيك عرفت شو قصدي ساعتها انا هون يعني صرفت. يعني برايك انه النادي الرياضي مهد لك لتغيير هو مهد انا برايي اكيد هو مهد عرفت صار لها سنتين هذيك السنة طلعت قصة شونفيل وقتها صحيح. وأنا ما كنت عارفين فيها هالسنة صارت قصة الهومنتمن وقتها صارت هيك قلت يا خمي يعني روق شوي أحب نفهم منك أنه ما كان بدك تفل مش ما كان بدي دقيقة مش أنا اللي اقترحت بدي يعني يعني صار في تصرفات عم بي بدهم يوصلوا لي لأوصل لمحل أنه خلص انه طب ليه مع انه نعرف نحن إدارة نادي الرياضي كانت متمسكة بأحمد إبراهيم مين ملك بلكي مش من انا بقول مش من الإدارة يعني الكوتش انا بقول من الكوتش والجهاز الفني يعني بس ليك at the same time يعني it's his decision يعني انا I don't blame him لا زعلان منه انه بالعكس انا بالبقية فادني كتير انه خلاني فل اروح العب محل مبسوط وفادي بس فادك انه خليك تفل ايه هاي هيدا هو اللي فادني فيها بعد 3 سنين خليني فل وانا بتشكره عليه كوتشينج وايز ما نعم ما حسيت انه استفدت منه برايك برايي ما بعرف ما لقيت حالك احمد بهالثلاث سنين مع انه بلشت ام في بي دوره الحريري بعدين ام في بي ما هي ليك شو بيصير مثل ما قلنا يعني وقت بدهم يعزوك ما لقيت حالك يعني يعني فتره العب كثير منيح ما ادري شو يصير ترجع تطلع فيي يعني صارت هيك اب اند داون يعني مثل ما شفت كل ما اروح رحنا على دبي مرتين ربحين الام في بي الحريري بلشت سنتين ربحين ال في بي كنا عم نلعب منيح بالتورنمنت بس صار في كثير كلاش اب اند داون و خلص بطلت تزبط وصلت لليفل انه خلص ما زبطه يعني مع انه هما نذكر احمد الرياضي حتى بالشخصين اللي بالاداره استاذ تمام جروده واستاذ مازن طبارة يعني قد ايه وقفوا حدك كذا مره وبعرف العلاقه قد ايه قويه كمان بينك وبينه لو مش قصه حاج مازن وقصه تمام كانت يمكن انا من اول شهرين ثلاثه انا الرياضي خلصت يعني هالقد كان في اشياء العالم ما بتعرف فيها بس لا قعدنا كذا مره نقعد نجتمع ونتفق ونجربنا قد ما فينا يعني I give credit في حاج مازن وتمام ليرجع يمشي الحال بس مثل ما قلنا انه ما اتفقنا وتفلينا حبيا يعني احمد في مين بيقول انه يمكن كمان هالتالنت الكبير اللي عندك اياها واللي بعتقد يعني واضحه للكل بمطرح من المطارح انه لازم الكوتش مثل يستوعبها بمطرح المطارح وانت لا بدك شوي تلعب يعني اكثر بالفريدوم على ارض الملعب هذا الشيء اللي ما بيمشي مزبوط يعني انا صار لي 3 سنين مع رياضي انه ما بعتقد مره لعبت لي شيء 30 دقيقه يعني تصور يعني الماكس لعبينه كان شيء 24-25 يعني I deserve more than that انا برايي عرفت شو عم بحكي بس اخر شيء مثل ما بقول هيدا رايي للكوتش يعني it's his decision يعني it's his team يعني انا was just a player شو كان عم بيقول لي بدي اعمل
بدو ياني عطي باس بعطي باس بدو ياني شوت بشوت بس deep inside انا I wasn't happy بس انه انا متفق مع هالفريق ما رح خالف احسن ما يقولوا احمد عم بيعمل مشاكل واحمد دس يعني في فترة كنت عم فوق معه اذا شفتوها بدبي عم فوق دقيقتين وثلاثة ارجع اطلع عرفت شو قصدي وما حكيت شيء مع انه كل هالشيء اللي صار وما حكيت شيء وضليت بوزيتيف وضليت للفريق بس صرت لليفل انه انا كشخصيا بدي اطلع بحالي بدي انه بدي اتقدم يو you نو know, الشهر الجاي بصير عمري 24 so there's a long way ahead of me وبدنا نوصل ده the highest peak وthe highest peak ما مش معه للكوتش هيدا لازم يكون مع حدا تاني so I can reach يعني بتشوف حالك احمد ابراهيم راجع على النادي الرياضي بس اكيد مع غير كوتش انه اذا برجع بقول لك يعني حيلا ليك كل لاعب لبنان ما نضحك على بعض كل لاعب لبنان بحب يلعب بالنادي الرياضي معروف حتى الاجانب يعني اللي اكيد ما حدا يضحك على التاني بس مثل ما بيجي بقول لك انه حسب السيتويشن كمان عرفت يعني لو انا بدي النادي الرياضي اسم كبير بس ما بدي اذا السيتويشن ما منيحه لقلي لا بروح بلعب مع فريق تاني يعني طالما هالكوتش موجود ما في رجعه ايه ما في رجعه احمد ليه انكسرت الجره بالبطوله العربيه انحكى انه صار في نوع من ما بعرف يعني صلح لنا نحن كثير كنا عم نسمع هالفتره انه صار نوع من البطوله العربيه في شيء صار منه طبيعي يمكن سمعنا انه شيء على المستشفى بعدين على المطار وخبريات مثل انه ما حدا زارك وما يعني ما فهمنا كثير خبريات ما صارت هيك يا اخي هالدنيا كلها مصالح يعني عادي وقت واحد في يلعب كله راح يكون معه وقت واحد يكون معور انه ما كل العالم راح توقف وراه ايفن دون النادي الرياضي وقت تعورت اكتريه الاوقات كانوا كلهم معي وانا ما طلع مني شيء هالحكي قصه المستشفى ايفن دون تعورت ورحت على المستشفى بس ما كانت هي القصه انه لتخلتنا انا والنادي الرياضي تنفرد انه خلص فكرنا فيها خي صرنا ثلاث اجانب عرفت شو قصدي بعد في جاي فادي كمان جاي هيك خي انا ليه بدي احط حالي بهالسيتويشن على شيء فادي بعدني صغير هلا بكون عم بلعب 40 دقيقه عم بحط 30 نقطه كل جيم عم بكون لازم ليرن فروم ماي ميستيكس مش اذا شوت شوطه اثنين طلعوا برا اقعد برا مش هل فهمت شو قصدي يعني انا عم بدي اتحسن لا تتحسن بدك تغلط اذا بدك كل ما تغلط يو وان تو جيت بانشد ما بتتحسن بس احمد بعتذر عن السؤال احنا هلا عم ننقل شوي وجهه نظر لين حكيت في مين عم بيقول انه انت هلا عم تقول انه ها اغلاط من الكوتش بس في مين عم بيقول انه في كمان اغلاط من احمد 100% انا عم بقول لك انا ليك ما في حدا مثل بيقولوا انجل يعني عرفت شو قصدي ما هو يعني يو كان بليم بوث اوف مثل ما قلت بس ات ذا سيم تايم وقت الكوتش ما عم بيعطيك بصير انت منك لحالك تعمل تصرفات انه خلص يعني خلي النهار يمرق مثلا خلي هالجيم يمرق يلا لعبني خمس دقائق يلا مبروك خلينا في الاحسن ما يصير في مشاكل لهالليفل وصلت يعني اول فتره كنت اخذها بيرسونال عصب مثلا لا قد ما انه بحب اربح this is the way I am فهمت شو قصدي وقت احس حالي انا في قاعد الفريق كتير وقاعد على البنش باخذها بيرسونال اول فتره كانت هاي اللي صارت مشاكل بينه وبينه لا انه ليه هيك ليه هيك اخر شيء قلت يا اخي خلص هيدا هيز ذا كوتش هيز ذا ليدر يا اخي انت فريقك النادي الرياضي هن موكلينك مضه مية وبدك تعمل شو بدك بالفريق انت تصرف انت تحمل مسؤوليه اخر شيء صارت فهمت شو قصدي بس مش بعدين بعد ما خسرت نخسر الدوره العربيه تحمل انا من اكثر الناس يتحملوا مسؤوليه عن الخساره ايفن دون كنت بعدني راجع من اصابه وكنت عم بلعب كثير منيح بالمنس اللي كان فايت فيها اللي حمله احمد ابراهيم بس يقال احمد انه بالبريفنج اللي انعمل او بالاحرى التحليل بعد البطوله اللي صار مثل انه كان سوبوتيتش قاسي على الكل ومن بيناتهم احمد ابراهيم ايه بس 100% بس انت ات ذا سيم تايم انا اذا انا ما بعرف انا ككوتش انا ماني كوتش بعدني لاعب عمري 23 سنه 24 سنه بس انت يوجوالي ككوتش وقت تاخذ تجيب السكور شيت بتحاسب للاعبين اكثر شيء مينتس ما بتحاسب واحد لاعبين 5 6 دقائق فهمان شو قصدي لانه في ليفل كمان وبتعرف انت هالشيء مثلا يعني كان في يتصرف معي بطريقه ثانيه مش كل شيء كبس 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 ما خلص صار 3 سنين انه انا وياه في يتصرف معي بطريقه ثانيه نفس الشيء انه كنا كبرنا يعني بطلت روكي مثلا بطلت اول سنه الالفات برابع سنه فهمت شو قصدي داني فهذا اللي صار بس مش مزبوط مع الكل ما بعرف مين قال لك هالحكي بس ما كان مزبوط مع الكل هيك سمعنا نحن يعني كم واحد يعني هاي اسمع يعني قال انه كان قاسي على وائل عليك اي بس انا برجع بقول لك تشوف مين كان عم بيلعب اكثر شيء هذا عم برجع باك تو ذس سبجكت يعني عرفت كيف؟ طب احمد ليش نطرت ثلاث سنين؟ كلنا بنعرف قيمه احمد مزبوط وانه في انديه كذا نادي ممكن يهتم باحمد مزبوط. وشفنا اخر فتره مزبوط طب ليه نطرت ثلاث سنين؟ يا اخي انا برجع بقول لك داني انا كنت بالنادي الرياضي انا وصغير فبتعرف وقت تكون ربيان بمحل بتجرب تعطي تشانس مرة اثنين يعني في فترة انا خلص جيم لعبين 10 دقايق من فهمت شو قصدي كل هالشي اسكت انه لا رح يتحسن الوضع رح يتحسن بس صرت لليفل انه خلص انه صرت
انه ما رايحين لمطرح، فهمت شو قصدي؟ انه اوكي رياضي يمكن عم بيربح وهيك، بس انا كبيرسونلي ما عم ما شايف يعني قادر توصل ما شايف اقدر اوصل لمطرح معه، واتفقنا انه هيدا. احمد قديه الاصابه كانت عم تاثر عليك خلال هالثلاث سنين بالرياضه؟ اوف انت بتعرف يعني فاكتور كثير قوي كان عم يلعب ضدك هالشيء كثير يعني كثير، بس دائما بقول الحمد لله يعني عرفت كيف. بس بس ما شفت خاصه قصه ايدك، القصه الكبيره قصه الايدي اول سنه، وثاني سنه مثلا بالفاينل وقت عورت ظهري وكاحلي، وقت رحنا على المنتخب كنت مبلش كثير منيح، خسرنا ضد كوريا وقتها، كنا تاهلنا، كنا عملنا جود هيدا، لو كنت عم بلعب كنت قدرت كثير 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 ساعد المنتخب. بس لا تاكلوا شيئا لعله يكون خيرا لكم، يعني ما في يقول شيء، يعني هيدا اللعبه، يعني if you don't play hard you won't get hurt، فهمت كيف؟ فبس تعلمت كثير بتعرف هالشيء، صرت منتلي اقوى، يعني صرت اعرف حالي انه ما بيأثر. اول فتره وقت تعورت ايست انه عصب، لا انه ليه معور هيك، بس هلا صرت اعرف اتصرف فيه. That's the good thing. يعني عمر بكير صرت اعرف كيف اتعامل مع الانجريز. بس ما بتحس انه الاصابات احمد بعمرك الصغير 100% رقم كبير يعني كذا مره عم تنصاب؟ 100% 100% ما بتعرف، عيون كبيره كمان شو بدنا نقول يعني اليوم احمد الحمد لله. انا ليش طلع عيون الزرق يعني؟ عملناها تاتو بس ما نفعت. احمد اليوم وقت صارت التسويه مع النادي الرياضي شو كان الحكي؟ هل مزبوط انه كان في حكي بالفيبا وبخبريات، ولا كانت الامور كلها ساتلمنت طبيعيه؟ لا بتعرف اول شيء انه كل واحد بيكون في بتسمع كثير حكي، يعني عرفت شو قصدي؟ اذا كل واحد كل لاعب ما بياخذ اللي بده اياه، او اذا الكونترا اذا الفريق بده يكسر هالكونترا بده يتحمل مسؤوليته، مشان هيك اللاعب بحط ايجنت لياخذ له حقه. صار في حكي خفيفه يعني ولا شيء، بس هيك اول كم فتره، بس ولا مره برجع بقول لك، يعني انا والحاج مازن والتمام كثير رفقه، يعني ما راح نخليها توصل لهالليفل. قعدنا اعطوني هن رقم، انا اعطيتهم رقم، اتفقنا شو ما بدنا. فات تحيه لجيم مانيكيون، فات على الخط كمان، اتفقنا وعملنا الديل اللي بيريح الرياضي واللي بيريحنا ات ذا سيم تايم، ما حنا اكل حق الثاني، ومثل ما قلنا تركنا حبيا يعني. هاي اللي صار. احمد انتقالك هالشهير لنادي الهوماتمان شو فيك تخبرنا عنه؟ قدي حس حالك هلا بنادي جديد عنده جمهور كبير؟ مزبوط. وفي دور كتير كبير محطوط عليك. علي انا محمس كتير، اول شيء عشان الهوماتمان فريق كتير جوعان، عرفت شو قصدي؟ جعباله يربح، وهلا صار في ثلاث اجانب على الملعب، يعني حيلا فريق في يربح حيلا فريق، بطلت مثل قبل، يعني اذا معك ثلاث اجانب وعندك اثنين لبنانيه انه من احسن لبنانيه بلبنان رح تعمل مستوى كتير حلو. وجعبالي انا كون ذا جايد بوت، يعني اخر شوطه اخذها لو ضيعتها لو خسرنا الجيم، ما عند انه لا اتحمل مسؤوليه، انا بحب بدي اكون ليدر، بدي اكون هيدا الشخص، انه ايه مثل هلا مثلا قصه الفيسبوك نازل مسبات بنبسط، هاي بتفاجئك انه انت العالم عن جد يو دوين سمثينج رايت، فهمت؟ اللي واحد ما بيحكي عنك يعني انت مالك عازي، وقت الناس يحكوا عنك يعني يو دوين سمثينج رايت. فان شاء الله مع كوت جوم جاعس بدنا نقعد سوا انا وياه، حكينا اوريدي وانا وياه على جريت 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 تراك، يعني متفقين، وان شاء الله بتكون سيزن حلو لاثنيناتنا. العناصر يلي بفريق الهومنت من الكابتن سيفاك كتنجيون، نديم سعيد صاحبك الانتيم، خلينا نقول بلال بيلعب سباق، لعب جيم كتير حلو، صح سفاله شي 5-6 ثريز بوقتهم، وبلال عم بيعمل ديفنسيف جاب كتير كتير حلو، مع انه هاي تاني سنة له بس بيلعب، يعني عم بيتحسن الفريق هالسنة، بعتقد عنده بوتنشل اكتر، وعم تشوفهم كيف عم بيلعبوا كتير مع بعض، ما معقول هالسبيريت اللي عم شفت كيف عم ينطوا على الطابة امبارح، كأنه كان عم بيلعبوا فوتبول الشباب، ما كانوا عم تلعب باسكت. هيدا الفريق اللي بتحب تكون فيه، وحلو الكوتش اللي بيكون بحمسك بهيك طريقة وبيخليك تلعب، ولو تغلط ما بيقول لك يعني شايف حالك قادر تكون بهيك فريق. ايه اكيد اكيد اكيد، ليه لا؟ عرفت شو قصدي؟ ليه لا؟ بالعكس انا بساعد الاولاد الصغار، مثلا انا وقت كنت مع رياضي كنت اصغر واحد اول ما جيت، تحية لاسماعيل احمد وكذا شخص ساعدوني بيعلموك، فهمت شو قصدي؟ بس انا هلا صرت لليفل بحق، يعني صار عندي القدرة لأنا مثلا خلي هول الأولاد صغار يتطلعوا فيه إنه أعملهم شو the right thing to do not to do، يعني فعم عن جد يعني I can't wait for it. يعني أحمد كيف كانت المفاوضات؟ يعني نتذكر إنه أكثر من نادي دخل على الخط، نحكى ما بعرف إدي هلأ بتخبرنا هلأ. مثل الشانفيل مثل التضامن مزبوط. هلأ كان في number one rule، يعني ما كان في ألعب فيها مع النادي الأخضر مع الحكمة مع الحكمة كنت ممنوع. مزبوط إنه كان خيارك الأول هو نادي الحكمة؟
تعرف كل انه كل واحد انه اكبر فريقين بلبنان انه الرياضه والحكمه، عرفت كيف؟ بس كان انا مش كان خياري الاول عشان كنت عارفين الرياضه ما راح يخلوني اروح على الحكمه، مشان هيك ما كثير فكرت فيها انه عارفين ما راح تصير. بس قلبيا كنت عم بتفكر بالموضوع انه ايه اكيد 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 بدك دائما بدك تروح على فريق الكمبيت دغري مع الفريق اللي تركت منه، يعني دغري منك لحالك، والحكمه فريق كثير كبير يعني كلنا بنعرف كل واحد كمان كيف الناس بتحب تلعب مع رياضه، كثير ناس بتحب تلعب مع الحكمه، يعني اتس اونر تو بلاي فور الحكمه از ويل. بس برجع بقول انه كل واحد مكتب له شيء بهالحياه، عرفت كيف؟ هلا انا مع الهومات ما كثير مبسوط، عندهم جمهور بيعقد كمان، عرفت كيف؟ واداره كثير منيحه، وعم نركب فريق حولي وحول اللعيب اللي طالعه، وان شاء الله بنعمل جود سيزون يعني. بالنسبة للي نحكى عن دخول شانفيل، نعرف كوتش غسان سركيس علنا كان صرح كذا مرة مزبوط مزبوط بيحبك تكون موجود بفريقه. أنا بحبه كتير كمان كوتش غسان، وحكيه كتير معي، وحكيه مع سهري أنتوني تحية له بأمريكا. بس صارت القصة أنه الرياضة كانوا حكيين مع الهومنت من أول شيء كمان، سو أنا at the same time ما بدي أعرق الأمور كمان، وما بدي أنه كبرها، وكلها بعد فيها الست أشهر to finish the season وهيك. قلت خلاص يا خيي بلا ما تعمل مشاكل، رومنت من فريق حلو كمان، وهيك هيك الرياضي كانوا عم بيحكوا معهم، قلت خلينا نروح على الرياضي. بس انا كان فيه كمان ما اروح على الهومنت اذا ما كان بدي، بس انه قلت خلينا نخلص البروسس يعني. هلا احمد ابراهيم بعد هذا الموسم فري انه تنتقل على اي نادي بدك اياه. مزبوط مزبوط، ما بقى في الرياضه. لا انا بس كان بعد عندي سنه واحده بالكونترا اللي اخذها هلا نادي الهومنت من انا وياه، سو بعد من هلا لست اشهر بتصير فري، بكون فري ايجنت. مزبوط. شو فينا نتوقع من احمد بنادي الهومنت من اي تايب اللي رح نتوقعه من احمد ابراهيم؟ رح تشوف اول اراوند بلاير، يعني رح تشوف مور از ليدر، يعني انجوينج ذا جيم، رح تشوفني كثير عم بضحك مبسوط عم بلعب من قلبي، و رح تشوف كثير لقطات حلوه. احمد في هالسؤال تكنيكال شوي، كلنا بنعرف احمد وتابعناه من فتره المنتخب، كان اللاعب اللي انت هلا كنت عم تقول اول اراوند بالرياضه، كنا عم نشوف شوي عم تكون ستريكت شوتر اكثر. مزبوط. قد ايه هالشيء كمان بدك تجرب كمان تطلع 100%؟ بدي ارجع لعبتي القديمه اذا بتعرف، مور يعني البول ان ماي هاند، مور ball handling. بدي ارجع ارجع كل شيء. هلا عم اتمرن، I'm working very hard to get back where I was. ومثل ما قلت لك انه الرياضه تحسنت باشياء وتراجعت باشياء عشان السيستم كان غير. بشو تحسنت؟ يعني ما فيك تجي كثير، ما فيك انه ضابط انه ضل معك، بحب انه مع البوينت جاردز وهيك تحسنت انه you give the extra pass or small stuff، يعني عرفت شو قصدي؟ بس كأنا كشخصيا انا متراجع عن اول سنه اجيت فيها. احمد هالعلي الاوروبيه ككوتش سوبوتيتش وكمان ماتيتش كمان، يعني كوتش ماتيتش بالمنتخب، حسيتها ما لاقمت كثير احمد ابراهيم؟ لا ما خص مش ليك هلا ما تفوت فيها كثير يوروبيان ستايل، معلش اخر شيء نحن قاعدين بلبنان، يعني في كثير عم بيقولوا اوكي رياضي بيلعب يوروبيان ستايل وهيك، بس اخر شيء ما معك لعيبه at the same time، يعني فهمت شو قصدي؟ فلازم تطلع مين معك بالفريق لتعمل هيك كمان توصل للتوب، يعني معك احسن لعيبه بلبنان ومعك عم تجيب احسن اجانب، فهمت؟ بس هو السيستم تبع مور انه passing وcut وهيك، بس at the same time the weird thing انه بيخلي الاجانب بيشوتوا قد ما بدهم، عرفت كيف؟ بس انا ما كان عندي هالدور يعني بلشت صح معهم. كان اول شيء اول ما اجيت كان عندي هالبرميشن وكنت عم بلعب كثير منيح، يمكن ما كان في جارد اجنبي بتذكر. مزبوط ما كان او ما كان في صوت. I was doing really well، بس بعدين بلشت تصير مشاكل وهيك ووصلنا لهون. احمد شو تعلمت من لعيبه مثل اسماعيل احمد؟ يعني لعبت معه 3 سنين. مزبوط. قد ايه استفدت من وجود هيك لعيبه مثله؟ خبره على الملعب، الخبره على الملعب بيحكي معك. ايفن دو اول فتره انا وسمعة كنا نتنار عشان ما كان معود حدا علي دغري يعيط وهيدا، بس اخر شيء وقت تعرفه هو كيف ما بيكون قصده عشان هو بده يربح وبيقول لك مثلا وين توقف على الملعب وشو تعمل، فتعلمت منه كثير يعني. قبل ما نكمل حديثنا احمد رح نتوقف باتصال مع كوتش فؤاد ابو شقره. كوتش مساء الخير. مساء الخير لك ولا ضيفك اللي بتحب تقيك، ومساء الخير لكل اللي مشاهدين. كوتش اذا بتحطنا شوي بجو مباراه امبارح، خطوا مباراه يعني نوعا ما خلينا نقول تاريخيه
ضد فريق التضامن، قدرتوا اقتنصتوا الفوز باخر ثانيه بسله لالي ريستوم بالرغم من كل النقص يلي كان بيشوفه فريق الحكمه. يعني اذا فيك تحطنا شوي بجو هالمباراه وبجو البطوله عامه. هلا مباراه كثير حلوه لانه فريق التضامن فريق كثير قوي السنه اللي حيكون، وعندك الفريق تبعيت ما كانت، يعني حتى فريق الهوكس اللي ظهر امبارح كان عم يلعب بشكل كثير حلو بيستحق انه يكون موجود كان كمان بالفاينل فور. انا بقول انه كانت مباراه حلوه كثير، بعطي الكريدت فيها للعيبه اللبنانيه اللي قاتلوا بشكل كثير كبير كلهم سوا. نعم. وكان في صحوه كمان من الاجانب بعطوا مستوى احسن شوي من قبل. والجمهور كان هو اللي عامل الحلو كثير اللي بين انه نادي الحكمه جمهوره هو احلى جمهور بلبنان. كوتش صرت بالمباراه النص نهائيه، هلا قبل ما نحكي عنها الغيابات بفريقك قد ايه عم بتاثر عليك؟ هيدي ممال وممال تانية، كيف رح تكون تحضيراتكم لمباراه النص نهائيه؟ ما في شك غياب هايك وغياب ديان ديكسون بيأثر كثير، ونحن السنه الفريق تعرف انه بعد ما مرق بعد فلة جوليان زوح ودانيال فارس وكيكو باتريك ابو عبود واليستفان، يعني جربنا قد ما فينا قدرنا نجيب بشير عموري وروي سماحه واللي هن عم بيعطوا مش بس فنيا بشكل منيح، عم بيعطوا كمان سبيريت عاليه للفريق. صباح بده شوية وقت يرجع يلقط الريتم تبعه له. نعم. وغطاف دوره رح يكبر أكيد. كوتش الدورة عامة كيف شايفها؟ أكيد مزينة جمهور فريق الحكمة كنسخة أولى، كيف رضاك على هيدا الدورة؟ وبرأيك رح تكون في إلا نسخة تانية وتالتة، يعني رح الدورة رح أكيد لح أكيد أكيد. الراحل أنري شلهوب له معزة خاصة عندي وعند الأغلبية بالإدارة لعطاءاته اللي كان يعطيها بالرياضة بشكل عام وبالباسكتبول بشكل خاص وبنادي الحكمة. بقى أكيد هي أول سنة هي بهالنسخة هيدي، بس كون أكيد أنه رح يكون في إلا مثل ما بعرف أنا عائلة أنري شلهوب رح يكون في إلا تطور كتير كبير ورح تكون الأهم بآسيا مش بس بلبنان. يعني الدورة رح تكون معقول تنتقل تصير دورة دولية مثلا؟ أكيد أكيد أكيد. كوتش امبارح شفنا انتفاضة من الثنائي اللبناني تبعك، خاصة إلي ريستوم باللحظات الأخيرة، رودريج عال عم بيقدم مستوى كمان مميز ثابت بهالدورة، إلي ريستوم قدر اقتنص الفوز بآخر ثواني المباراة. كيف بتشوف لبنانيتك؟ أنا اللي بقوله إنه رودريك عم بيقدم مستوى تيرجع يفرج الكل إنه هو الأفضل على البوزيشن هيدي ومحضر حاله. كلنا بنعرف إنه رودريك تجوز من بعد نهاية الموسم الماضي. نعم. وبتعرف هذا الشيء يعني أبعده شوي عن الفوكس والتمرين، رجع لقى الستابيليتي تبعيته الفنية وأنا بتوقع منه يكون في عم يعمل أحسن موسم السنة رودريك. ريستوم بعد عنده كتير حتى يقدمه، عم بيتمرن بشكل جيد جدا، بس كمان قادر يعطي بشكل كتير كبير ويفرجينا الريستوم اللي كل العالم بيحبوه وكل العالم بيعرفوا شو مستواه، وانا اكيد انه رح يفرجيه بالقريب العاجل. كوتش اصابة ديون ديكسون قديه مدى خطورتها؟ قديه رح يغيب وقت؟ موجود رح يكون بالنص نهائي؟ معقول يلعب؟ يعني هلا ديون ديكسون اليوم هلا عم يتمرن معنا، يعني اليوم عم يتمرن، قبل ما كان ما عم بيقدر ابدا يتحرك بس اليوم عم بيلعب عم بيتمرن بالتمرين، رح نشوف كيف بيكون الوضع تبعه بكره الصباح وعلى اساسه بنقرر. كوتش هل حيكون في تدعيمات لبنانيه جديده بفريقك؟ يعني بنعرف بعد النكسه الكبيره بقصه بموضوع هايك مبدئيا وغيابه، هل رح يكون في تدعيم لبناني او لا؟ يعني شو رح تعمل بالفريق؟ ليك انا اللي بدي اقوله جاد انه هالسنه نادي الحكمه اول مره بيكون في نادي بلبنان مجموعه غرفه العمل تبع هالنادي بعدها وخليته ما يمرق بنكسه كبيره ويزيح عن في مجموعه قررت انه هالنادي ما بيموت. نعم. بال بال بال
بالجهد والعلاقات اللي عندهم اياها عم بيخلوا هالنادي واقف على اجري. بقى بدنا نحط كلنا مجهود وتضحيات لحتى هالنادي ضل واقف على اجري، عاملين انه بدنا نوصل للبالانس اللي بالبادجت بالماديات، وان شاء الله بالقريب العاجل بتشوف انه في شغل على الارض، هالشغل هيدا رح يقدر يامن البادجت المطلوب ان كان لنادي لفريق الباسكتبول او لفريق الفوتبول. كوتش، قبل ما نحكي عن موضوع تغيير الاجانب بفريقك لانه عم ينحكى كثير اليوم، نذكر موضوع كوينسي دوبي. بنعرف كوينسي بركي جمهور فريق الحكمة عنده نقطة ضعف عليه، هل حيكون موجود معك بالفريق؟ ليك جد، نحن اليوم بغياب هايك كنا رايحين عم نلعب باثنين طوال وجارد، يعني اثنين سنترية وجارد. نعم. هلا صرنا انه عندنا لعيبتنا عم تلعب، ما عم نقدر نغير بشكل كتير كبير تنحميهم يكملوا البطولة، نبعدهم عن الإرهاق والإصابات. مجبورين نفكر انه يكون في عنا اوقات اوبشن باثنين جاردية وسنتر، مشان هيك عم يتم التفاوض مع كمان عم ينحكى مع كوينسي دوبي اذا تأمن له البادجت. وبالنسبة لموضوع الاجانب اللاعبين الطوال البوزيشن 4-5، هل في اي تغيير بالنسبة ارفي ولا لا؟ الاجانب الاثنين الفور فايف معاشاتهم اثنيناتهم بيطلعوا قد لعيب واحد، رح نجرب مع الاداره قد ما فينا اذا بيتامن بادجت نخليهم كلهم مع يعني الفريق. حتى يعني في احتمال كوتش يكون في اربع لاعبين اجانب هلا معك وتصير تنقي ثلاثه لكل مباراه؟ صح. اها، هذا الشيء اللي عم نجرب نعمله اذا الاداره وافقت على الطريقه الماديه اللي بدنا نشتغل فيها. كوتش، نحن باخر سؤال لك، بنعرف قد ايه موضوع هايك حساس وقد ايه مهم لفريق الحكمه. هايك كان توجه برساله استرحام للاتحاد الدولي واتحاد اسيا لبركه تخفيض العقوبه، هل هالشيء بلش يلاقي شويه تجاوب او بعد؟ ان شاء الله بنتامل انه بالميرسي لتر اللي قدمها هايك. نعم. لأنه حرام بالآخر هذا اللعيب يدفع 8 سنة من كاريرته. بتمنى أنه الاتحاد الدولي يدرس بهالرسالة وتتخذ العملية بشكل يعني بسبورت سبيريت، ويكون الأمور لمصلحة هاللعيب هيدي حتى ما ينحرم هايك من سنة من الكاريير تبعيته. كوتش، سؤال أخير معنا أحمد إبراهيم. شو بتقله؟ هل معقول نشوف احمد سنت الجاي بنادي الحكمة، خصوصا انه هالسنه هو ليك انا 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 بدي استفيد الفرصه انه انا احمد شفته كان عندي بالنادي الرياضي قبل ما يروح على امريكا. احمد لاعب الله عطيه موهبه كثير كبيره وكاركتر قوي. هذا الشيء لازم يكون موظف لمصلحه حيالله فريق بيلعب فيه بلبنان. انا بتعجب كيف نادي الرياضي كانت خطوه يمكن مفاجئه لي انا، لانه احمد قد ما كان احمد عمل ارقام كثير حلوه ساعد فريقه، صحيح صغير صحيح كاركتره شوي صعب بس اكيد بينضبط واكيد بيتوجه لانه عنده قلب كثير كثير منيح احمد. يعني انا عم بحكي ثانك يو كوتش، احمد يمكن حلو يمكن وانا بدي اطلب من احمد السنه تكون سنه تيفرجي كل العالم انه احمد ابراهيم هو لاعب من قياس كثير كبير. بدي اطلب من احمد يضحي كثير، يعطي وقت كله للباسكتبول، لانه مش بس الانديه اللي رح يلعب معها رح يكون عم بيفيدها، كره السله اللبنانيه ومنتخب لبنان عنده مسؤوليه كثير كبيره. الله يحميه. ثانك يو. الله يقويه وان شاء الله بتكون طريقه كثير حلوه هالسنه، تكون علامه فرقه كثير كبيره لاحمد ولنادي الامم. ثانك يو، جود لك لك هالسنه كوتش مع الحكمه حبيبي. ثانك يو جايز، يعطيكم العافيه. ميرسي لك كوتش. احمد، يعني من هالاجواء يعني شفنا الوضع بنادي الحكمه، بتعرف عم يضل انه مشاكل شوي عم بتصير معه. صح. كيف تشوف احمد المباراتين بكره اللي راح تصير بسيمي فاينل من ميلي تضامن هوماتمن و ليك؟ انا برايي الحكمه قد ما يصير في مشاكل ما بينخاف عليه، نادي كثير كبير وعنده مثل ما شايف كوتش كثير كبير وربحان كثير وبيعرف يتصرف، صار له زمان كوتش فؤاد بالجيم، سو
بيعرف امتى تبوش يجيب هذا اللاعب المخضرم، بيعرف امتى بيريح. فالحكمه ما بتنخاف عليهم، دائما رح يضلهم توب ليفل تيم. بكره الجيمات رح تكون كثير. هاي رساله، رساله مبطنه. لا 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 لا. وبكره الجيم رح يكون كثير حلو بين الهومنتمن والتضامن، فريق الجديد ضد فريق بن عمي. سو ما لا بلا رح كون موجود، بس ما حألعب، رح كون قاعد مع اكيد مع البنش مع فريقي وعم شجعهم، وان شاء الله بنربح بكره ونتأهل على الفاينل. احمد امتى رح تبلش مع الفريق رسميا يعني؟ أوكي. مشارك اوكي، انا بشوفك هلا عم تتحضر انديفيدجوال يعني. هلا عم بتحضر مع فؤاد جورجس، صار لي 5 دايز حكينا انا وياه تقريبا، لبدي ليكون عن جد 100% الاحمد اللي بتعرفوه عن مزبوط يعني. بدنا تقريبا اول ما يبلش بطوله لبنان، بس ماندي رح ان شاء الله رح العب، ايفن دو اف ام رح اكون 40% 50%، بس اني ثينج فور ذا تيم، واركض شوي ارجع حالي ان شيب لاكون ريدي تيب اوف اول ما يبلش السيزون. احمد قبل ما نختم سؤال اخير، منتخب لبنان كثير عالم كمان حاطه امال على احمد انه كمان يقود منتخب لبنان بالمستقبل. مزبوط. كيف بتشوف تجربتك مع المنتخب ببطوله اسيا؟ للاسف انا والله الصراحه زعلت كثير، تعورت هالسنه، عشان عن جد اذا بدك تخرق كانت هالسنه، كانت هي السنه اللي فيك تعمل ابسط. عرفت كيف؟ بلشنا كثير منيح، ما حدا كان متوقع يمكن نربح جيم الصراحه، يعني اول ما رايحين بس انه ما كلهم عم يقولوا شو هالمنتخب شو هذا شو هذا. في ناس كانت متوقع نطلع دور اول. مزبوط، يعني اول جيم ربحنا ضد تايبي، كانوا هن ثالث فريق مترشح يربح الدوري كله، عرفت كيف؟ جيم قطر خسرناه كمان، ما كان لازم نخسر، يعني كان فينا نعمل نتيجه، وانا كنت بلشت كثير منيح، كنت معور اخر سنه وقتها بالفاينل ومحضر كثير منيح، كنت للمنتخب بلشت عملت اوف سيزون قويه بامريكا. مزبوط مزبوط، كنت بالي وعملت كذا شغله هول بيهايند ذا سين، نخليهم للصيفيه هلا، بيك سمر كومينج اب ما فينا نحكي، بس عن جد زعلت، عشان كان فيك توصل فاينل ايزي يعني. حتى الفلبين اذا شفتهم منهم هالفريق اللي كانوا شو كان ناقصنا احمد؟ خبره؟ كان سنتر اجنبي؟ كان ناقصنا يعني، تعرف اول سنه كنا بنلعب مع بعض، كنا صغار يعني، عرفت شو قصدي؟ كنا ناقصنا يعني، لو كان معنا واحد مثل جوليان كازوح تحت السله انا برايي كانت فرقت منيح، وانا كمان كنت معور يعني، هاي كمان فرقت على البرفورمنس تاع الفريق، بس بتتعلم وان شاء الله. غياب فادي الخطيب قد ايه اثر؟ فادي الخطيب كمان غيابه كثير اثر، بس فادي هو اعتزل يعني، عطى كثير للبنان وهذا، وصل لليفل يعني بحق له الزلمه يقول لك خلص بقى، عرفت علي؟ بس اكيد يعني اذا مع فادي لبنان الفريق كله غير بيصير، عرفت شو قصدي؟ يعني عندك another one go to guy anytime he gets you he can score whenever he wants. احمد قد ايه كانت خطوره اصابتك بالبطوله لخلتك تقعد هالفتره الطويله يعني؟ ايه يعني قعدت هي كان مشعوره يعني، وضلع مشعور وقت وقعت عليها، صورناها هونيك بتشاينا وهيك اكستري وهيك، حتى هي يمكن ما بينت، ما بينت بتشاينا، نو ما بينت بتشاينا، فكمان طلعوا كثير حكي انه احمد ما بده يلعب اصلا، واحمد هيك مثل العاده كل شيء بيطلع باحمد هالايام، ما بعرف ليه. وصلنا على بيروت لبيس وصلنا على بيروت، حكيم النادي الرياضي بشير والله هو اخذني في صوره ثانيه بتعملها تبين اذا بتطلع، وبين معنا انه كانت مشعوره وكان بدي اتريس وقتها 3 ويكس. احمد للمنتخب نحن هلا التارجت يمكن الثاني اللي قدامنا هو بطولة العالم 2019. مزبوط. شو المطلوب برأيك؟ برأيي نتحضر مثل العالم والناس، أول شيء مثل كل فرق اللي بتتحضر، وأنا برأيي فريقك لازم يكون يعني لازم يكون نقل 15 من قبل، هول ال 12 واحد قصدي اللي رايحين يكون متنقيين، بدك تجيب جنس أجنبي حسب، بدك تشوف مين في سنترية يعني، إذا أهم أنا بقي أهم شيء السنتر، عشان السنتر بيغطي لك السلة، بيعمل لك بلوك شات، ريباوند، هول أشياء ما بتحس فيهم، بس أكتر شيء بيعملوا مفعول بالجيم. ديتيلز المهمين. مزبوط، بتخوف اللاعب اللي بده يقص مثلا. فأنا برأيي نعمل سنتر، وعنا كتالنت وايز مثل ما شفت يعني، نحن رحت على آسيا ما تشد كثير إيدك يعني، نحن رحنا مش محضرين كثير وهيك يعني، لو ما قصت غلطة اثنين وإصابة وهيك كنا تأهلنا يمكن على الفاينل، يو نيفر نو. عرفت كيف؟ بس انا برايي لازم يهتموا، لازم الاتحاد يهتم اكثر بالمنتخب، نتحضر بطريقه احسن، والفريق يكون كله متجانس، والكوتش تلاقي كوتش منيح، وكل كيف كانت الشبت. العلاقه مع ماتج كيف؟ مع العلاقه مع ماتج منيح يعني، مش منه هالنوع الباسي كوتش يعني، مش اللي بيقول لك مثلا هيز واي اور نو واي، لا ما عنده اياها، مش انه هيدا،
بس تعرف كل كوتش عنده هز منتاليتي، عرفت شو قصدي؟ في ناس حبوه، في ناس كل ليك، ما في كوتش حدا كله بيحبه، او ما في لاعب مثلا. هلا في كثير لعيب بيقولوا احمد ابراهيم ما انه لاعب، احمد ابراهيم اوفر ريتد. انا اي ريسبكت ايفري ون، كل واحد عنده هز اوبينيون، عرفت شو قصدي؟ فهي الباسكت يعني. احمد العلاقه مع هيك جيمان وكيون شفنا انه يعني هالفتره كانت انا وجي على فكره كنت اول مره بتعرف عليه، كانت وقتها حكينا ودغري وي كليك توجذر وحكينا وحكينا كلمات كثير حلوه، وانا قلت له انه ان شاء الله هالسنه ويل هاف ا جود يير، هيز اكسايتد ام اكسايتد، وان شاء الله بوث توجذر ويل هاف ا جود سيزون هوبفلي. احمد موضوع ثلاث اجانب كيف بتشوفه لكره السله؟ هلا honestly كرة السلة اللبنانية هلا يمكن للفانز وهيك رح يشوفوا مور دانكس، بس بيني انه عم تحرق اللاعب اللبناني يعني، حرام. اذا بتطلع صارت القصة انه مثل ما قال، سمعت كوتش غسان عم بيقوله انه مور 3 اون 3 صارت. اذا بتشوف انه اللاعب اللبناني مثلا، حضرت هذيك مرة جيم بيبلوس، انا كنت عم بحضر بيبلوس هومنتمنت، تذكرت حالي وقت انا كنت بالرياضي يعني، عم تشوف اللعيب اللبناني شو عم بفت له دقيقتين ثلاثة وما عم بيشوت يعني، عم يجيب هالريباوند عم بيعطي الباس والاجانب عم بيلعبوا يعني. مور صارت على الاجانب، وانا برايي حرام يعني اذا عملوها هالسنه، خليها تخلص هالسنه، والسنه الجايه لازم نلاقي حل يعني. حرام هذا اللاعب اللبناني مثلا، انت مقعده كل هالسنه برا، بدك تطلب منه يروح يلعب مع المنتخب، رح يقول لك يا اخي انا بطل بدي اروح، ما عم تعطيني اهميه بلبنان، ليه بدي اروح انا مثل بلدي؟ اذا انا ببلدي عم جيب اجنبي عم ياخذ محلي كمان، عرفت شو قصدي؟ وانا لاحظت بلبنان يا اخي ما بحبوا اللبناني يستفيد، انا هيك برايي، انا برايي بحبوا انه كله حالا جاي اجانب من برا انه هني احسن من اللبنانيين، which is not true يعني. بتشوف كتير ناس اجانب big names بيجوا ما بيعملوا شيء بالليج. احمد بتشوف سبب ثلاث اجانب هو كان كمان سبب من الاسباب اللي خلتك تفل من الرياضه؟ سبب من انه كمان واحد من الاسباب يعني، ثلاث اجانب وبعد عندك فادي جاي وبعد يعني عاجقه بالرياضه، كله بيعرف عاجقه يعني. هلا playing time. ايه playing time، بس حتى غير الاجانب I wasn't getting the playing time that I should get يعني، غير قصه الاجانب من قبل يعني صايره القصه. ومع ثلاث اجانب رح تصير مع ثلاث اجانب عندك جاي فادي كمان وجاي هيك انه ما بقى يعني فهمت شو قصدي؟ ما بعرف كيف هلا كيف بده يحلوها بين بعض يعني. اف متوقع ترجع تخبص، مش ترجع تخبص، بس انه في كثير ناس مثلا حرام، عندك ناس مثلا ليك انا مع اللعيب معني كثير رفقه، مثلا عندك ناس مثل امير مثلا، مثل هيك مثلا بعده حاطط لك كان مربحك دوره العرب دوره حسام الدين، طب ما راح على دبي الزلمه لاعبين ثلاث اربع دقائق كل الجيم انه كيف بدك تعطيه معنويات لهاللاعب؟ فهمت يعني؟ ما بعرف، برجع بقول انه اللعيبه اللبنانيه عم ينظلموا، ايفن دو يعني عم بيعملوا عم بيفرجوك عم بيلعبوا منيح يعني، اوقات عم بيلعبوا احسن من الاجانب، فهمت كيف؟ بس اخر شيء برجع يعني، بس ان شاء الله يغيروها، حرام، انا برايي حرام ثلاث اجانب على الملعب كثير يعني، اثنين وواحد على البنش يعني فيك تبلع، عرفت شو قصدي؟ بتضلك هيك بس حلوه كمان تكتيكيا، تكتيكيا حبسي بتطلع سنتر هيك ساعتها ما بتنخبط، بس ثلاثه بنفس الوقت يعني انا برايي ما زبطه. احمد قلت لنا عن الصيفيه انه هيك جاي قصص، انا ما فيك تهرب يعني مني في بالقصص، ما في احكي يعني، انت بعرفك تعرف الاخبار بتحب تعرفهم قبل بوقت، بس انا ما في اقول لك شو حتى جاد ما بيعرف يعني، حتى جاد اللي قد ايه انا وياه كلوز بيعرف كل شيء عني، بعد ما بيعرف شو عم بيصير بي اي سمر ليج ما بعرف دوري الصيني بلكي انا الفوتبول ما حدا بيعرف هيدي قوية بكون. احمد بتحب هيك كلمة بدي اتشكركم اول شيء عشان استضفتوني هون، بدي ارجع اتشكر نادي الرياضي، عرفت شو قصدي؟ بدي ارجع اتشكرهم، وهوفلي الجمهور ما ياخذوها قصة غلط، ايفن دو شو ما يحكوا يعني ما رح تأثر علي، بس انه انا عم جرب يعني طر الامور، عرفت كيف؟ وready for the new chapter in life، وgood luck للهومنت من بكرة إن شاء الله متأهل على الفاينل، هيدا أهم شيء هلا، كل شيء صار ورا خلصت، مثل ما قلنا ما في زعل أبدا، بشوفهم سلم عليهم ما في شيء، هيدا الحياة يعني هيك، هاي الرياضة حلو شيء بالرياضة بيصير هيك أشياء بس ترجع بتنحل يعني، وgood luck للفريقين يعني، وإن شاء الله I'll have a good season وبلا injuries، هاي أهم شيء. و that's it. Good luck لك أحمد، نحنا مرسي كتير لك، توقع منك كمان قصص كبيرة إن شاء الله. Thank you لك جهد العادي، نعطي موعد لكل المشاهدين الأربعة الجاي، إلى اللقاء.